السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي ندسوا سوا هاد الدجاجه. غادي نحيدوا لها العظام وغنخليو فيها غير اللحيمه هكا باش نقدروا نشكلو على شكل غلاط، نعمروها باش ما بغينا باي حشوه بغينا. المهم دابا اهم حاجه غنشوفوا التقنيه باش غادي نحيدوا ليها العظام. المهم عندي هنا واحد جوج ديال بابي كويزين، غادي نشفها مزيان بطبيعة الحال مغسولة ناشفة، غادي نعاود نشفها مزيان من الداخل ومن برا. كما كتشوفوا انا راه محيدة ليها الجناوح الجنيحة ديالها من 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 الجدر، من الجدر محيداهم. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير هنا واحد الشقه، غير شقه حتى نوصل للعظم، ما نزيدش على العظم. غادي نحل غير نفرق هذا الصدر على جوج، ناخذ واحد الموس بسم الله. كما كتشوفوا هذا هو العظم ديال الصدر، كاين هنا واحد العظم الوسط، غادي نمشي مع الجنب ديالو، غنبقى غادا بحال هكا بحال اللي كنسلخ في شي حاجه. بهذا الشكل من الاحسن يكون شي موس من غير هذا، انا حاليا عندي غير هذا. هذوك اللي كيكونوا شويه طوال صغير ولكن طويل شويه وعنده الراس هكا حاد، المهم هانتوما كما كتشوفوا انا غنبقى غادا كنتبع في هذا الصدر في هذا العظيم. بدا كيتحيد، نكتب لكم من هنا باش تشوفوا. كما كتشوفوا ها هو العظم ديال الستر، وهي اللحيمه غادا وكتعزل. نردوا البال هكا باش ما نديروش شي ثقوب اللي ما بغيناهاش. كاينه من هنا، كاين هنا واحد العظيم حتى هو غادي نفس الحاجة غادي نديرها من هاد الشيء.
كما تتشوفوا هنا قربت تحيد لي الحيمه على العظم ديال الصدر اولا الكالكاس ديال الدجاجه، فكنبقاو تابعين داك الحيمه ما بين الحيمه والجلده ديال الدجاجه غير بشويه باش هكا ما نقطعوش الجلده وتبقى لينا مقاده. صافي وكتحيد بكل سهوله كما كتشوفوا في الطريقه سهله، خص غير شويه الخاطر. صافي غادي نقي واحد العظيمه تبقاو ليا في الصدر الفوق، غادي نحاول نحيدهم وندوز باش نحيد العظيم ديال الفخذ. هنا غادي نبدا نحيد العظيمات ديال الفخذ. اول حاجه غنبدا بها هي داك الرويز ديال الفخذ، غادي نحيدو بهذه الطريقه بالموس. بالحق ردوا البال للطبيعه ديالكم، فمن الاحسن بعدو يديكم ملي تكونوا كديروا هذه العمليه. نفس الحاجه غنديرها للرجيله الاخرى. بالنسبه للفخذ كيكونوا فيه جوج ديال العظيمات كما كتشوفوا في الصوره، فانا غنحاول ندير واحد الشق فوق هذوك العظام مباشره. فملي غادي يبان عندي العظم غنحاول نعزلو بالموس الصغير. ونفس الحاجه غادي نديرها للعظم الاخر اللي لاصق في العظم الاول، فحتى هو غنحاول نعزلو بهذا الشكل. كنبقى متبعة داك العظم وكنحاول كما قلت لكم كنحاول نفصل داك الحيمه على العظم، فإلا كان الموس ماضي غيكون احسن لحقاش كيساعد بزاف، كيجي هكا تقطع مفيني مزيان. فغنكمل بهذا الشكل.
فالصوره راه واضحه ما محتاجاش يعني للشرح. الطريقه راه سهله بزاف، خص غير شويه ديال الزعامه. كيبان باللي صعيب، كيبان باللي يعني داك باش تاخذ دجاجه وداتوزيها الواحد ديما كيبقى يقول غير المحترفين اللي كيعرفوا. لا راه الطريقه سهله بزاف. نفس الحاجه غنديرها مع الفخيط الاخر، نفس العمليه. غادي نحل جوج ديال الشقات فوق من العظم مباشره، وغادي نحاول نفصل الحيمة على العظم. هكا كنكون حصلت على الحيمه ديال الدجاج او الدجاجه بلا حتى شي عظم. نقدر نستعملها في بزاف ديال الحوايج ونحضر بها بزاف ديال الاطباق. البنات بالنسبه لك الوسط ديال الدجاجه او الظهر ديال الدجاجه كيكون خاوي ما فيهش الحيمه، فهنا غادي نحاولوا نقطعوا شويه من الصدر بحال نحاولوا نحلوه. هكا غادي يساعدنا باش يترولا لينا مزيان ملي نبغيو نعمروه، وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نعمروا داك الفراغ اللي فيه غير جلده حتى هو نديروا فيه شويه ديال الحيمه باش لا غولاد ملي كنلويوها كتجينا مقاده. كندير فيها البنات فليحات بحال هكا في الجهه ديال الفخذ وحتى في الصدر بالحق بلا ما كنوصل حتى لتحت، يعني بلا ما كنقطع جلدة. صافي البنات دابا راه كملتها، حيدت لها العظام كاملين، درت فيها كما شفتوا بحال الفليحات. حاولت عمرت هاد البلاصه، هاد البلاصه هادي حيت كتكون خاويه ديال الظهر، كتكون الحيمه فيها قليله فولا كاع ما فيهاش، كتكون غير جلده تما. كنحاول نقطع شويه من الصدر هكا وشويه هكا باش كتعمر، باش ملي كنروليو الدجاج كتجينا هكا عامره، ما كتجيناش بلاصه خاويه وبلاصه عامره. بالنسبه للعظيمات هما هادو، هادو ديال الفخاد، هذا الصدر والظهر، فراه كيتحيدو بسهوله بطريقه سهله، يعني خص غير شويه الزعامه. الواحد ما يقولش ما كنعرفش ولا يقول صعيبه، يجرب. دابا البنات هذا هو الغلط ديالنا واجد دابا باش غادي نعمروه. نقدروا نعمروه باي حاجه، ممكن نديرو ليه غير شريميله ونخشيوه في الفران. كما كتشوفوا الطريقه سهله، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. فالطريقه سهله يا البنات، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسايش الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ضغطي على زر ابوني وكذلك زر الجرس باش يوصلك الجديد. شكرا بزاف على المشاهده والسلام عليكم.